بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا درس جديد ان شاء الله حول كيفية تركيب القسطرة الأولية او تثبيت القسطرة الأولية سواء للرجال او للنساء، وايضا كيفية ازالة هذه القسطرة الأولية. الادوات التي نحتاجها بالنسبة للتركيب: اولا جلد مزلق، ايضا اليورين باك، كاتيترز بحسب الحجم وحسب الشخص الذي يحتاجها المريض، ايضا معنا 10 الى 5 ملي نورمال سلاين للتعقيم او ما مغطى حتى، ايضا جلافس. اولا نشرح للمريض الاجراءات التي سنقوم بها. ثانيا نقوم بتعقيم المنطقه التي وهي الاعضاء التناسليه، وهي الحلقه التناسليه بالنسبه للرجل او المراه، بالايودي قبل ادخال القسطره الاوليه. ثم نقوم بالنسبة لإجراءات التركيب، نقوم أولاً بلبس الجلافس. الإجراءات يجب أن تكون كل الإجراءات عقيمة أو معقمة بحيث أنه لا نعرض المريض لإنفكشن أو العدوى بكتيرية أو غير بكتيرية. ثم نقوم بإزالة الكاتيتر وإخراجها، ويفضل أن نقوم بغطاء أولاً الغطاء العلوي للكاتيتر، ثم نقوم بفتح اليورين باك والتأكد من أنها مغلقة، ثم نقوم بإيصال. يوجد لدينا هنا فتحتين، الفتحة الأولى هي خاصة بإدخال اليورين باك التي سيكون يتدفق البول عبرها، أما الفتحة الثانية هي عبارة عن للتثبيت أيضا لإزالة تثبيت القسطرة الوريدية. سنقوم بإجراء على حاجة عادية. مثلا نقوم اولا شوف بازاله الغطاء بحيث انه يكون كل شيء معقم، ثم نقوم باستخدام ايش؟ الجل. نضيف الجل هذا ويكون ايضا يفضل ان يكون مخدر، تمام؟ ثم نقوم بادخال الكاتيتر. هذا بالنسبه للرجال، ويفضل ان نقوم بادخالها الى اخر شيء. اما بالنسبه للنساء، شوف النساء نمشي شوي. بالنسبه للنساء معنا مثلا العضو الانفي للنساء، معنا فتحه المبل ومعنا فتحه البول، تكون هي في الاعلى، ودائما نمسك تبع ونقوم بادخال الكاتيتر. ندخل الكاتيتر الى النهايه. ايش الغرض من الفيديو هذا؟ نوريكم كيف نقوم بتثبيت القسطرة وأيضا كيف إزالتها. شوفوا معي، ركبنا الكتف، أدخلنا الكتف كاملة، ثم نقوم نقوم نشد داخل الإبان. شوفوا إيش بيحصل هكذا. شوف بعدين نعمل على سحبها. الآن شفتم كيف التثبيت حقها؟ نثبتها من 5 إلى 10 ملي. طبعاً عندما وبهذا تكون ثابتة. طيب عندما نأتي مريض معنا مركب له القسطرة، نأتي بسرنجة ونقوم إدخالها إلى هنا، ثم سحب التثبيت. لاحظوا معي، نسحبه كامل، نسحب الماء حتى نتأكد انه كامل انسحب، ثم نقوم بسحبها وسوف تنسحب بسهولة. تمام؟ فكرة التثبيت بالكاتيتر هذه هي الفكرة، انها نقوم بضخ الماء الى داخل بحيث انه يكون الصمام ولا يستطيع الخروج منه، وكلما كان كمية الماء اكثر كلما كان امن للمريض، وكلما كان اقل كلما كان غير امن. ليش؟ كلما كان اكثر امن، لانه اذا حاول المريض انه يسحبها تنفجر بسهوله. تمام؟ لكن اذا كانت صغيره ما تنفجر بسهوله، يمكن يمزق لنا الاعضاء التناسليه بالنسبه للذكر او الانثى. كلها يعتبر اخطر شيء على الرجال، لان الحديد دائما يكون قوي جدا، لذلك يعمل تمزق قليل. هذا بالاخير، اتمنى لنا ولكم دوام الصحه والعافيه، ولكم مني جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، اشتركوا بقناة بابا وفعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.